أقرت المتعة، أقرت المتعة اللي بهذه التصنيفة اللي أنا بقولها لك، التمتع بالمفاخذة، عندهم التمتع بالملامسة، زين، التمتع بالمكاعبة، التمتع بالصغيرة. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفل اللي عمرها سنتين، طيب، ثلاث سنين، اربع سنين. طيب عشان ما ندخل في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة خلاص راح لك شنو معناتها؟ هذه ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو هو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي. زين الرضيعة يعني كم عمرها؟ طيب. سنة، طيب. سنة ونص، أشهر. يعني هل يعقل، هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ طيب. طيب. بس وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ خل المتعة،